الآن في هذه الأثناء نسمع صوت معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه. مساء الخير. يا مرحبا. أمسي عليكم وعلى الحضور الكرام. يا هلا. احنا اليوم فخورين وسعيدين في موسم الرياض بتكريم فنان استثنائي. فنان وخلقا. الفنان الكبير خالد الرحمن. شكرا الله. يكفينا بالسلامة إن شاء الله. وأنا من جمهوره. وأتمنى أن يسمعني أغنية إلى يسكت يطلب. على حشم يبشر. أكثر من الحرمان يا أخي خالد. أبشر. شكرا. شكرا لك معالي المستشار.